نوع خاص يعني، ربنا سبحانه وتعالى اداله الموهبه في عينيه، في الجوهرتين. عينيه لوحدها كاميرا اساسا، هو عينه كاميرا، ولذلك هتلاقوا ان السنس بتاع التصوير عنده عالي قوي. خلونا نتعرف ونعرف كل الاجوبه من استاذ خالد سليمان سعيد. منورنا استاذنا. منورك، منورين النهارده في البيت عندنا، ومبسوط ان انتوا بتشرفونا هنا. وهنتكلم النهارده ان شاء الله عن التصوير والسفر والاماكن اللي بنزورها في مصر كلها، والاماكن اللي احنا صورناها، ونشجع الناس ان هم يزوروها باذن الله. طيب احنا جمهورنا جمهور المجد، يعني جمهور ذواق بطبعه، بيجوا مصر كتير. حابين بقى نعرف من حضرتك في البداية بس كده، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، خالد سليمان الطفل، مش هكلم دلوقتي، سيبك من الأستاذ خالد، خرج الألقاب دلوقتي، نرجع بالزمن، احنا أصدقاء وحبايب طبعا. خالد سليمان الطفل، هل هو صغير كان بيحب التصوير، الموضوع مثلا عنده من الصغر، ولا الحكاية جت بعدين؟ هو ممكن عشان انا اتربيت في يعني في قريه او بلد عربي اكتر، يعني هي والدي من العرب، فانا اتربيت على البساطه اكتر. شفت بعيني وانا صغير الاراضي الزراعيه والحياه البسيطه، وما كانش فيه دوشه ولا زحمه ولا تلوث، فعيني خدت على الالوان والحياه البسيطه اكتر. شفت الصور الربانيه الطبيعيه اللي بالزبط. هو يعني دي صنع الخالق سبحانه وتعالى. عشان كده وانا بسافر بحن للاماكن دي ان انا ازورها، وبحس ان انا لا بستعيد الطفوله بقى في الحاجات دي، الحاجات البسيطه اكتر يعني. يعني ده كان ليه عامل يا استاذ خالد؟ اكيد ده اكيد اثر عليا، بس ما كنتش عارف ان انا هصور وانا صغير خالص. ما حصلش ده. بدا مع الموبايل، اول موبايل معايا بالكاميرا موبايل. بالظبط. طب بس استنى عشان هندخل في موضوع الموبايل ده أكيد. بس قبل ما نروح لموضوع الموبايل، قول لي انت البدايه كانت عندك السفر والسياحه ولا التصوير؟ هما الاثنين بداوا سوا تلقائي. كان اول رحله طلعتها كان في 2015، كانت رحله للاقصر واسوان والنوبه. فطبعا بالنسبه لي كان اول مره اشوف الاماكن دي، المتاحف والاقصر واسوان والنوبه دي مليانه دي. بالظبط. فانا راجع يومها في الرحله دي ب 4000 صوره حاجه كده على الموبايل ما شاء الله. فبصور كتير جدا، وبدات انزل بقى الصور بتاعتي. فحسيت بعد ما رجعت من السفر ان انا معايا كم حلو من الصور، ونفسيتي اريح كمان ان انا راجع شفت مكان جديد. استنى انت قلت لي حاجه دلوقتي. انتوا شايفين قال ايه؟ قال لك 4000 صوره بالموبايل. ده الستارت، يعني هو بدا الحكايه اساسا بموبايل. احنا اولا هنعرف نوع الموبايل ايه، الموبايل ايه الموبايل الجامد ده يا عم اللي انت جبت بيه 4000 صوره.